صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. ضامن نعم. صحيح. الله كذلك يعني أنهم أطول أعناق يوم القيامة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. شايب بن الله يغفر لك، كان جارنا مؤذن مسجد فوق 60 سنة. فيقول يوم رأيت في مرة النائم إذا أنا راكب في باص والناس معي ماشين. الله أكبر. يقول لا رقبتي طالعة مع سقف الباص. الله. فوق، ويقول أنا طالع راسي طالع من برا. راسي طالع من برا. طالع من برا الباص. يقول الباقي كله يقول أنا أعلاهم. رقبتي طويلة. يا إله إلا الله. ويسلم فسر قال أنت مؤذن؟ قال نعم. قال هذا بشارة لك، يدل على إيه نعم، يدل أنك أطول أعناق يوم القيامة. الله فحقيقة هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى للمؤذنين، لأنه الآن بعد الأذان وش يقول؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة. الآن بهذا الأذان أنت تعظم الله عز وجل وتنادي بكلمة التوحيد. صحيح. وبعدها بشهادة إلى الله محمد رسول الله، بعدها تنادي الناس إلى الصلاة، هلموا إلى الصلاة، حي على الصلاة، تعالوا حي على الفلاح. نعم، حي على الفلاح. صحيح. بعدها تعظم الله عز وجل، فلما الآن تقول للناس تعالوا للصلاة، أنت الآن تأخذ أجرهم اللي يجوا للصلاة، تقول تعالوا حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، تعالوا فلاحكم ونجاحكم وفوزكم وفي الدنيا والآخرة هو امتار أمر الله على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. في فضل يا أبو نايف على من تابع المؤذن، أظن يعني ما أدري صحة الحديث أنه يعني من تابع المؤذن حتى ينتهي غفر له ما تقدم من ذنبه. صحيح. نعم. إيه نعم صحيح. هذا فضل من الله سبحانه. نعم. وتعالى حتى في الإقامة قال العلماء أنك تتابع في الإقامة، تتابع في الإقامة كما تتابع في الأذان. صحيح. إيه نعم. ف يعني من حتى جار عليه وسلم يقول لأحد الصحابة إني أراك تحب الغنم والبادية. الله. فإذا كنت في باديتك وغنمك أو في غنمك فارفع صوتك بالأذان. الله. فإنه ما سمعك من شجر ولا حجر ولا مدري إلا شاهد لك يوم القيامة. الله أكبر. إيه نعم. فهذا فضل الإنسان يرفع، خاصة بعضهم يجي مسافر ما يأذن، بعض المسافر الحين يوقف في البر طوالي يقيم طوالي. صحيح. ما يدري ان الاذان كل اللي في هذا المكان يشهد لك يوم القيامه، يشهد لك يوم القيامه من شجر ومن حجر ومن مدر، كلهم يوم القيامه يشهدون لك انك اذنت في هذا المكان. الله. وانك دعيت بكلمه التوحيد. الله. وانك عظمت الله عز وجل في هذا المكان. الله. نعم. فكل ما في يعني في الحقيقه دائما المسافر الى منه طوالي انزلوا طوال اقام الصلاه، وهذا غلط. ايه. وهذا الصحيح اني اذن. صحيح اني اذن. صحيح اني اذن بعدين يقيم. صحيح. لان الاذان فيه فضل وهو بسيط. وترى صراحه ولكن ولا مقطوع الكلام يعني ابن باز رحمه الله عليه يقول اذا انت في 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 مدينه وتسمع الاذان يعني من حولك يعني يكفي الإقامة. اذا ما انت مؤذن رسمي او مؤذن، ولكن بينما انت في البر. ايه؟ لا الافضل لك. أنت في المدينة في مساجد حولك وفي ناس مكلفين بالأذان. صحيح. فأنت مكلف أنك تصلي صلاة الجماعة معهم. صحيح. كيف تأذن حالك؟ لابد أنك تروح في المساجد وتصلي فيها. أما إذا كنت في بادية لحالك ما عندك أحد. صحيح. يعني بعضهم الآن يروح يصلي مثلا في المحطات. إي فعلا. إي لكن كما ذكر العلماء بأن الصلاة في البر أفضل من الصلاة في المحطات، لأن كل الصلاة في الفلاء في معنى يعني ذكر العلماء بأنها تعدل 50 صلاة. الله أكبر. عن الصلاة في المدينة. الله المستعان. كذا يا شيخ. يا شيخ أنا ذكرني بالصلاة في الفلاة أفضل من الصلاة في المدينة ذكروا. الأكيد إن نعم. الله يعني إن الله يعجب من عبده إذا كان في فلاة ويؤذن، فهذا يعني يعجب الله من صنيعه. نعم صحيح. ذكروا بأنها تعدل 50 صلاة لأنك أنت لحالك ما في أحد يعني معك ولا في أنت يعني لو أنك ما صليت ما حد لك، هذه أحرى الإخلاص. صحيح. صار الإنسان يعني فذلك في البادية من أول كانوا قديما يحرصون على الصلاة، حتى يقولون شيباننا اللي ماتوا الله يغفر لهم يقول والله أن من أول يوم القوامة بين الناس وبين القبائل والمشاكل اللي بينهم يقول والله ان اليوم جاء وقت الصلاه ان سوينا هدنه صلي وهم يصلون، يقول خلاص نعودنا على بعضنا
الله نعم. فذلك عاقدين على الصلاة ما يتركونها، لأن يعتبر أن فوز أن إذا صلحت صلاته صلح سائر عمله. نعم. فيعتبر هذه الصلاة هي رأس ماله. نعم. من ضيعها كان لما سواها أضيع. أضيع. أنا بتوضأ. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل الجنة. الله. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. بأنه من أهل الجنة. نعم. عندما شهد. أنا أقول حينما يعني يؤذن للصلاة وكما ورد النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته ثم خرج إلى بيت من بيوت الله لم يخرجه إلا الصلاة. كان كل خطوة يخطوها حسنة والأخرى يخطوها أنها خطيئة حتى عمد بيت الله بيت من بيوت الله. فصلى في الصف الأول، لأن بعض الناس هدى الله وإياه يأتي المسجد والصف الأول لم يكن فيه إلا عدد قليل ويصلي خلف الصف، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وزد على ذلك وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أي أيوه. ولكن إذا بينهم وبين الرجال حجب فيقول ابن عثيمين الصف النساء الأول أفضل من إذا كان بينهم بين الرجال يعني ما ساتر ما يرونهم. زد على ذلك إنه إذا عمد بيت بيوت الله ثم صلى في الصف الأول فإن الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر لهم اللهم ارحم حتى تقام الصلاة. صحيح. ثم ذا قيمة الصلاة ودخل في الصلاة الله أكبر، قال الله سبحانه وتعالى ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، الآن يخاطب الله سبحانه وتعالى. فإن هو يعني ذهب يمنة ويسرة قال أسدلوا الحجب ودعوه وشأنه، الله المستعان. والشيطان الموكل بالصلاة هو خنزب يقول له خرطوم ويدخل خرطومه في 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 قلب المصلي فيرى وش يدور حول فأبد يخليه ما يستفيد من صلاته. لذلك يعني من المواقف الطريفة يقال أن الإمام صلى بأربع صفوف صلاة العشاء، فلما استدار إليهم قال كم صلينا؟ قال والله ما ندري كم صلينا يا مطول جزاك الله خير. قال واحد من الصف الرابع لا يا شيخ صلينا ثلاث. قال ما شاء الله الله يزيدك حرصا ويجزاك، يعني أنت من بين المصلين اللي عقلت صلاتك. قال لا بالله يا شيخ أنا عندي أربعة محلات جرت ثلاثة وباقي المحل الرابع ما جرت. هذا عن الشيخ ابن عثيمين، الإمام الشيخ ابن عثيمين. ها؟ الإمام الشيخ ابن عثيمين. أيوة. يعني هذه القصة حصلت. والثاني يقول شاري اللي تيس نبى يبي يسير علي ربع عازمهم. يقول والتيس في صندوق الموتر، فيقول يبو سعد يقول لما صليت قال أنت مهبول. الحين التيس في صندوق الموتر يجي واحد يخمه ثم دور ذبيحة دور. فيقول والله ما إن يعني سلم الإمام إلا وشق الصفوف أبي أشوف إلا والله تيسي في أمان الله ومربوط. أنا مجربها، أنا والله مجربها يا أبو سعد، يعني حينما آتي مع الأذان وصلي في الصف الأول وأقرأ ما تيسر من القرآن والله أتمنى أن الصلاة ما تقام لتلذذي بالقرآن. وزد على ذلك يعني أني أخشى خلاف أني أجي متأخر والله أكبر ثم دورني مر ربما أني أدخل في مواضيع ما أدري كم صليت وكم. أسلم يا أبو. الله المستعان. هي الحرص على الصف الأول على الصلاة يعني أجرها عظيم، يعني حتى كان الصحابة يتنافسون على الأذان وعلى الصف الأول. الله أكبر. من حرصهم كان يقرع بينهم قرعة، تأمل من حرصهم على الصلاة. الله.
لكن فيه للأسف يعني فيه تقصير، فيه تقصير بالله يعني في الآونة الأخيرة. والله للأسف يعني أصلي في مسجد الحي، ممكن ما يصلي خلف الإمام إلا عشرة. طيب وينهم الشباب؟ وينهم؟ بل في ناس يعني حتى كبار سن، وينهم عن صلاة الفجر بالذات؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلمون ما في الصف الأول، ما النداء الصف الأول، لأتوهما ولو أحبوا. صح، لو يحبي. صح، يعني تتخيل إنسان آتي إلى المسجد وهو يحبو، لا يا الحبيب وينك، الله يجزاك خير، يا أخي لا تتعب نفسك، صل في بيتك، هذا يحبو. ومن صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر. والعصر ايوه. ابو نايف حي الله. ابو نايف لا زلنا يعني نتكلم عن الاذان والتبكير يعني للصلاه. الصلاه يقول لي شايبنا قبل الان الاذان من هو له الله سبحانه وتعالى، هو لا لمن اخبار، اخبار للمشغولين. صحيح، الانسان المشغول اللي في دنياه وفي امواله وفي تعالوا هم، لكن الانسان اللي قلبه معلق بالمسجد صحيح تلقاه ينتظر، ها متى الصلاه؟ الله اكبر. بعض الشيبان تلقاها كل شوي يناظر للساعه، يناظر للساعه، لان قلبه معلق بالمسجد، شيء ما عاد يرتاح ولا استانس الا فيها. الله اكبر. اي نعم، لكن اللي في الدنيا مشغول في دنياه وفي مزرعته وفي، لا سمع الاذان ذكر، المشغول لكن لا سمع الاذان ذكر الصلاه وراح المسجد، لكن هذا يتقدم قبل. فيقول للشايب هذا قال المروحة اللي طفيتها، قلت حنا والله يعني في الصلاة يعني ما خشوع، وتكلم عن الخشوع وما نخشع. قال يا ولدي تيجي هالحينة مع الأذان ولا عقب الأذان ولا فاتك ركعة ركعتين وانت جاي من دنك تبي تخشع، يقول المروحة الحين اللي طفيتها هي تطفي طوالي؟ لا لا بغالها، قلت لا فترة علشان ما أدري شغال ذا ويعي ولا لا، ما أدري، لا أكيد شغال دام ما أخبروني. إيه، فيقول اليوم إنه طفيتها، قال ما تطفي طوال، تأخذ لها شوي تلف. الله. قال على بال ما تثبت. تأخذ لها شوي خمس دقائق كذا. قال حنا نجي مع الإقامة والدنيا في قلوبنا وتخرفش وحركتها ونفكر وتفكيرنا فيها وتبينا نخشع، ما نخشع، لكن تعالوا مع الأذان، قبل الأذان واقرأ القرآن واذكر الله سبحانه وتعالى. صحيح. قال كل ما تذكر الله كل ما يهدى. صحيح، كل ما لا بذكر الله تطمئن القلوب. قال تبدا الدنيا تخرج من قلبك ويدخل فيها الدين في قلبك. قال فيبدا خلاص، قال فاذا كبرت، قال جربها يا ولدي والله تلذذ بالصلاه فيها. فعلا جربتها، فعلا وجدت اللذه فيها، تجي بدري. شوف الحين الشيبان اللي يجون الحرس والمدري ما ايش حرصون عليه، شايل الليل هم لاقين فيها لذه. صحيح، بعضهم اذا صلى الجمعة العصر ما عاد يطلع حتى يؤذن المغرب، يبقى إلى المغرب. وبعض بعض الشباب من الظهر من بعد صلاة الجمعة ما عاد يطلع المسجد. ليش؟ يقرأ القرآن يذكر الله ويتحرى الساعة المستجابة. الله لعله يجدها. وكان بعض السلف يجلس بعد الفجر خلاص يبقى في المسجد. هو الحديث هذا اليوم من يوم الجمعة. أيه. هو يعني تقديم بدنا ثم تقديم هذا هو. فيبقى يقول أنا أجلس من البداية علشان أحصل على الأجر التبكير لصلاة الجمعة، وبعد الجمعة أجلس لعلي أحصل على الساعة المستجابة. فيصير طول يومه، يصير طول يومه، يقول خلاص الجمعة ذاك اليوم، الجمعة ذاك اليوم أتفرغ من الدنيا وشيء الدنيا، خلاص أنا أتفرغ لله سبحانه، أجعل هاليوم ذا لله اعتكاف. يجلس مسجد من الفجر لين المغرب. الله، ولكن احنا ما نقدر حقيقة، لكن والله نقدر يا ابو. ايه، ولكن الشيطان وحرصنا على الدنيا، لعلنا نجلس من العصر الان العصر من بعد العصر الى المغرب، او اذا كان ما نقدر نجلس العصر نجلس لو قبل العصر قبل المغرب ساعه. صحيح، اخر ساعه من الجمعه. المراه تتفرغ في مصلاها في البيت، والرجل كذلك يتفرغ في الدعاء سواء في المسجد او في بيته. صحيح، يجي في مصلاه يرفع يديه. والله اللي علمني واحد يقول والله العظيم كنت يقول علي الديون، يقول ما الله فيه عليم على أظهري، يقول أنا كسرت ظهري كسر، يقول إني أجي أبكي من شيء يقول فيه، يقول رجل تدورني
وأنا أبغى أتهرب من البيت. يقول ما عاد يجلس، يقول ما عاد لي وجه أقابلهم. الله، خدت مرة يجي حلالهم ولا عاد. صحيح. يقولوا صاروا طول عمر يروحون يشتكوني والشرطة تدورني. يقولوا صرت خلاص. يقول قلت مالي غير أزمن الله عز وجل، هو الله نعم من نزبة سبحانه وتعالى. لا، يقول مرة ما يحل مشكلتي غير الله. نعم، فالله عز وجل يستجيب سبحانه وتعالى. ذاك الصحابة كانوا في منى، كان يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الله بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه، فأنزل الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب. نعم، أقرب لنا من حبل الوريد. فيقول أنا عرفت أن الله عز وجل قريب، وأن الله عز وجل يستجيب، وأن الله ما رد أحد. أن الله يستحاني من حديث أن الله يرد أن يرد يدي عبده صفرا. يعني هالحيلة ترفع يدي الحيلة الإنسان اللي يسأل الناس يجي يسلم الحينة وهو يعني خاضع لهم. صحيح. ومبين في نفسه الضعف ومبين في نفسه ويرحمون ويعطونه. إذا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى ما يعطيك. صحيح. والله إن الله اللي يعطيك، والله يفرج همك ويفك كربتك. فعلا. يقول فأنا توجهت إلى المسجد، يقول فصرت من العصر إلى المغرب بيوم الجمعة، يقول ما طلع المسجد. الله المستعان. يقول فصرت أدعي الله سبحانه وتعالى وأبكي، يا ربي أنت من يفرج الكرب؟ أما يجي المضطر إذا دعاه ويكشف؟ الله. نعم، من يجي المضطر إذا دعاه؟ يا من تجي مضطر إذا دعاك وتكشف السوء، اكشف عني ضر ما أنا فيه. يقول ارفع يدي وارفع يدي. يا من تجي مضطر إذا دعاك وتكشف السوء، اكشف عني ضر. يا من تجي مضطر إذا دعاك وتكشف السوء، اكشف عني ضر ما أنا فيه. يقول وقعد قبل الله العظيم اللي بدت تنفك عقدة مواري. يقول مواريها الانفراج. يقول بدت انفراج في شغلي، وبدل انفراج في حياة بيتي، وبدل انفراج في سيد ديوني، وبدت البركة في حياتي. يقول صار يسأل الله عز وجل عمل إضافي غير عملي. يقول بدأت الحمد لله دخل منه دخل طيب. يقول حتى أن الله عز وجل وفقني بأحد التجار، يقول فجعلني مشرف في أحد مشاريعه، شايف ما بعد الدوام اشتفع العمال وأخذهم ووديهم بمبلغ. حتى الله عز وجل الله رزقني، يقول وتقريبا كم سنة ما أعطاني شيء. يقول جماعة هلية حتى أعطاني بيت من أحد البيوت من مشروع ذا. الله أكبر. يقول فالحمد لله فرجت كلها بماذا؟ بدعاء الله سبحانه وتعالى. تفضل. هذا واحد يقول كان عليه دين وذهب إلى أحد العلماء فقال يا إمام ادعو الله أن يقضي ديني. فقال اللهم اغفر له. قال يا شيخ إنما دعوتك أن يقضي الله ديني، لماذا تدعو الله أن يغفر الله ذنبي؟ أنا أريد الدين، قضاء الدين. قال يا بني من غفر الله له أصلح الله حاله. الله. فكما ذكرنا التوبة والدعاء، أنت إذا تبت إلى الله الله يسهل لك كل أمور. صحيح. حتى السلف قديما ماذا يقول؟ إني لأعلم سوء خلق زوجتي بسبب ذنب اقترفته. حتى الدابة، حتى الدابة يقول بذنب اقترفته. الله. نصلي بحاتم. والله أني أذكر إيه بس شوية علشان نطلع من البث.